وقال مش هسيب الاهلي في وقت ما، وقال الاهلي محتاج اولاده في الوقت ده، ربنا يوفقك وتقدروا تجيبوا افريقيا ان شاء الله اهم بطوله. محمد منير الشافعي، حاضر هقرا اهو الرساله بتاعتك. ابن النادي كريم ندفد، انتقدتك كتير بس انت رجعت واثبتت لنا انك لاعب راجل وقد تيشرت الاهلي، ربنا يشفيك من الاصابه وترجع اقوى، ربنا يكرمك ان شاء الله وترفعوا بطوله افريقيا. يعني رودينا بتقول لك طبعا انت كيوت طبعا يعني، وتقول لك كل سنه وانت طيب اكيد يعني. وهاني بيقول لك كريم ندفت شخصيه الاهلي. طيب سريعا انا عايز اروح بقى معاك تقول لي مثلك الاعلى محليا وعالميا. محليا حسام غالي. حسام غالي كابتن طبعا. طب مثلك الاعلى علشان اتمرنت معاه، ولا مثلك الاعلى من قبل ما تبقى موجود معاه في الدرجه الاولى؟ انا بحب كابتن حسام من قبلها يعني، بحبه بس لما اتمرنت معاه وبقيت موجود. يعني هو بيعجبني 100%، لا ده بقى 200% بشخصيته، بطريقته في التمرين، بحبه للنادي، بطريقه توجيهه للعيبه. انا بشوف ان هو قائد يعني، احنا افتقدنا فعلا قائد كبير للنادي الاهلي. بص جبناه لك ازاي عشان تعرف، بس في ثانيه احنا جاهزين بكل حاجه، انت بس تؤمر واحنا ننفذ على طول. بس فمن الناس اللي هم انا بالنسبه لي اثر جدا، وبالذات في اخر في اواخر ايامه كان في كلام كتير معايا ان انت لازم تتمرن وتدوس على نفسك. يعني هو كان على طول بياخدني معاه في فرقته عشان هو بيدوس عليا انا على طول، فانا كنت انا ده مثلا مش بيدوس سفلي. بس كابتن حسام انا دي النقطه، ودي اللي الناس لازم تبقى عارفاها، ان كابتن حسام ما بيدوس على حد غير لمصلحته، وغير ان هو شايف حاجه كويسه او شايف الشخص ده حاجه كويسه فهو محتاجين ان هو تطلعها. فانت لو هو بيعمل معاك كده فهو انت بيعمل معاك كده عشان انت مقصر في حق نفسك. طب تعالى قول لي العالمي، مين مثلك الاعلى عالميا؟ انا مودريتش. مودريتش، لوكا مودريتش. مش بافل نيدفيد.